أهلا وسهلا فيكم في قناة A&Y Games. اليوم رح نلعب لعبة الهروب من البيت المسكون. رح أدخل على البيت متحمسة كتير أشوف كيف رح يكون. إيش هذا الولد؟ هذا هو الولد مرعوب، وهناك البيت كأنه بدنا ندخل عليه بعدين نهرب منه. مش منطق، بس رح نروح ندخل على هذا البيت المرعب. بسم الله، حروح أنط. لا، مش من أولها هيك، ما لمستها. هاي رجعت، وهلأ بدي أشوف هاي العظمة الزنخة الصغيرة. هاي ما نطيت عليها، والعظمة هاي كتير كبيرة، النطة تاعتها كتير صعبة. انتو يا أعشاب مفروض ما بتموتوا، وهلأ حنط على هاي العظمة. أوف، وضايل عندي هدول، بس بقدر أمر من جنبكم. حلو، مش مضطرة أنط عليهم. بسم الله، ياي خلصت وأخيرا. وهلأ بدنا نروح على البيت، أنا كتير خايفة. إيش هدول اللي مثل شكل التوابيت؟ وفي هاي لما نعمل الشيك بوينت بيطلع صوت بخوف. رح أنط عليهم وراح أروح أدخل على البيت المسكون. أنا رايحة داخلة برجلي على البيت المسكون. بسم الله. طيب فهمنا أنك كتير مبسوط. هلأ لازم أنط على هدول اليقطينة. إيش يقطينة هاي؟ صح، هاي يقطينة. يقطينة اشي تاني، اللفتة كأنها، او اشي نبتة تانية. المهم حنط على هدول. وهو ايش هذا الكنز؟ ايش بيعطيني فلوس؟ هذا الكنز بشتريه بثلاثين روبوكس، بس ممكن اربح روبوكس. لا شكرا، ما بدي اشتري واربح، حاسة حظي مش كويس. راح انط على هدول. شو هدول مرمين؟ وفي افخاخ. متت. راح اركز عند اخر نطة، والحمد لله نطيت. ياي هاي البنت، يا حرام انتحرت. ليش هيك وقعت؟ عملت زيها بالضبط، انتحرت مثلها بالضبط. طيب وينها هلا؟ بتكون جاي معي. هيها، يلا نحاول ما ننتحر هاي المرة. هيك انت صرت شاطرة، يبقى صرت هيك. ياي هدول اذا بتطول عليهم بهتزوا وبوقعوا. اوف، واخيرا. وهلا هدول ثابتين. شكلهم ثابتين، ما بدهم يعني، عادي لو نمنع عليهم شوي. بس رح احاول اني ما اطول، وانا مش حابة اوقع البنت اللي قدامي، بس هحاول اني امشي بسرعة. ضايل اخر وحدة. هاي البنت نطت. كاتي رح توقعي. وخلصت. ها وين نروح؟ انت انتحرتي هيك ولا عادي؟ لا عادي. هاي نطت، هون انتحرتي، لازم تيجي على عينه. بعدين العظمة. وهاي الثانية. وهلأ دور هدول. بهتزوا بهتزوا، ما لحقت. لازم بسرعة انط عليهم، بسرعة بسرعة بسرعة. خلصت وحدخل على المرحلة اللي بعدها. ايش هاي السجادة المتنية اللي بتوقع؟ هاي السجادة الزنخة الموجودة في اغلب البيوت، بيكون متنية ولا حدا كنسها وطعجها، وبعدين بتلاقي حالك اللي واقع عليها. وهدول. انت عندك فكرة لطيفة اني انا امشي بس انط من فوق المكان اللي بيكون نازل. رح اعمل الفكرة اللي سواها الصديق اللي راح. ضايل اخر وحدة. اوف، واخيرا خلصت. وهلا وين صرنا؟ لازم ننط على هدول. وفي سهم حاطين لنا اياه عشان نعرف وين نروح. دقيقة. بسم الله. وهاي النطة الصعبة، هاي الاشياء البيضة بتموت، لازم اركز عشان ما اموت. سامع اصوات الناس عم بتموت. ضل هاي. متت. هاي هالنطة، هاي واخيرا نطيتها بعد معاناة، بس مش عارفة. اوف خلصت. وشو هون انتحر عادي؟ وين صرت؟ شو هذا المكان؟ هاي المكان تاع الشيك بوينت. خليني اشوف وين لازم اروح. وين لازم اروح؟ مالك انت؟ امشي هون. لسه ما خبطت بولا اشي، بس متت. ليش طيب؟ عم بيقول انه لازم انط عليه وما امشي على الارض. انا اسفة كتير اني نطيت على راسك، بس طلع لازم انط على راسك بعدين انط على هدول القبور المرعبين. ايه بدي ادخل جوا توم هذا المهرج المرعب. يلا كلني. وين راح اصير هلا؟ بس دخلت في توم المهرج. شو هذا المكان؟ كاتبين لي رقم هيك 500. لازم اجمع 500 حلوة كاندي. ادق على الابواب واجمع. دين دون تريك اور تريت، مش هيك بيحكوا برضه؟ تريك اور تريت، اعطوني
أعطوني 90 وحدة خليني أرجع لبيوتي اللي مريت من عندها وما جمعت. ما كنت عارفة إنه هيك الطريقة، فكرت هيطلع لي إشي. ما قلت طلع لي إشي من الباب شبح أو وحش. مش مرتاحة أنا، مش مرتاحة. كلكم هيك عائلات لطيفة بتعطوني حلويات وهيك ما بكون مبين ولا حدا بس بجمع. صار معي 174 من 500. هروح أدق على هذا البيت. دين دون. بسم الله. مش عارفة كل ما أدق على بيت بحس حالي مو مرتاحة، بحس إنه ممكن يطلع إشي. هاي أخذت 262. رح أروح على بقية البيوت أجمع. لازم أوصل 500. ما بعرف شو رح يصير لما أوصل 500. تين تون. هدول قدي رح يعطوني؟ يلا أعطوني 500 وخلصوني. ممكن تعطوني كمية كبيرة وأخلص. لسه ما كملت، لازم أدق كمان أشحد شحدة الحلويات هاي. تين تون. مرحبا انا شحادة الحلويات، بس عشان الدنيا هالوين عادي ان نحنا نشحت حلويات، ما في اي مشكلة. ضاي البيت اخر بيت اشحت فيه. اوف تعبت. يلا تين تون. ممكن ضاي لي شوي بس ياريت تكملوا لي اياهم على 500. ما بعرف شو لازم يصير. ياي قرب قرب قرب. واخيرا كملوهم على 500 وفتح هذا الباب هناك. لازم اروح عليه. هاي الباب. بسم الله. ايش في هون؟ في شو اسمه متاهة. هاي ميز. طيب اوكي رح امشي في هاي المتاهة واشوف لوين رح توديني. خايفة يطلع لي وحش منها. لهلا ما طلع لي ولا وحش. هذا انت وحش البامكن الاليف. ايش اعمل؟ انط على راسك. نطيت على راسه. وين صرنا؟ في عظام. بدي انط على هدول العظام ان شاء الله ما اوقع. ضايلي اخر وحدة اخر وحدة. لا اوقعت. رح احاول انط عليهم بسرعة وما اوقع. ضايلي هاي. اوف اخيرا. خليني اشوف هدول. هدول سهلين مشي بس ما في نطاط. واخيرا تعبت كتير من النطاط. هاي اللعبة نطاطها الصعبة مش سهلة ابدا. وهناك في باب. ايش في ورا الباب؟ انا متحمسة كتير اشوف الباب. ضايلي اخر واحدة. يا شجرة خبطت في وجهي. بسم الله. وين رح نصير هلا؟ ايش هذا المكان؟ اشوف هاي كيف بدي انط عليها. يي كتير بعيدة. رح احاول اقرب وهلا هاي دول الخشبات بوقعوا. ما كنت عاملة حسابي انه هدول الخشبات بوقعوا، لازم اكون اسرع من هيك. وخلصت من هاي. ايش هذا الاشي؟ في ايد مهرج بتمسكني وهدول بيدوروا. كتير صعبك. رح اوقع رح اوقع. هلا دور هاي الكاندي. رح انط عليها. بسم الله. رح اوقع رح اوقع بتدور. ما بعرف كيف انا ما وقعت عن جد. انا حاسة اني رح اوقع بس ما وقعت. هدخل جوا هذا المهرج الغريب. وين صرت؟ في هدول الاعشاب وعليهم طاعون المرور. ولا هاي طالعة منها؟ هدول بيشبهوا اللي بيكونوا في الشارع ولا جزرات طالعين منهم؟ ما بدي اتأمل شكلهم كتير احسن اوقع. وبعدين في ملبسات. هاي الملبسة شكلها كتير زاكية. راح امشي من جنبهم بدون ما اخبط فيهم. حاسة انه هاي ديلها كتير قريب. حروح ضايل اخر تنتين. ضايل اخر تنتين. بسم الله. وهيك خلصت من هاي المرحلة. وخلص هيك خلصت اللعبة. واو. بقدر الون حالي. رح الون حالي لون اصفر. وفي هدول ايش حاملين؟ ياي انت كيف طرت هيك؟ في هدول حاملين اشي زي تاعت يوتيوب. رح اخد الاصفر هذا بما اني انا لوني اصفر. وانت كيف حالك؟ رح اخد هذا الوجه اشوف كيف شكلي صار. كتير شكلي غريب. وبس هاي هي اللعبة. بتمنى تكونوا تسليتوا فيها. اذا عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. واشوفكم بفيديو تاني. باي باي.